ايه بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. هذا الفصل فصل جديد يذكره العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بافضل، يتعلق بالماء الذي يكره استعماله، فذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل ثلاثة من المياه التي يكره استعمالها. وفي الحقيقة ما ذكره ليس على سبيل الحصر، فهنالك مياه أخرى يكره استعمالها لم يذكرها رحمه الله تعالى. فمما لم يذكره رحمه الله أنه يكره استعمال كل ماء أو تراب من أرض هي أرض غضب، أي أن الله سبحانه وتعالى غضب على أهلها فعاقبهم، كأرض قوم ثمود وأرض قوم لوط. ويستثنى من أرض قوم ثمود بئر الناقة، فلا يكره استعمال مائها. هذا مما لم يذكره هنا. ومن المياه التي يكره استعمالها ولم يذكرها هنا رحمه الله الماء الذي فضل من طهارة امرأة، الماء الذي طهر الذي فضل من طهارة امرأة. وقد ذكر هذا الشيخ ابن حجر رحمه الله في التحفة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوضوء بفضل المرأة، نهى عن الوضوء بفضل المرأة. وبناء على هذا أخذ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن المرأة إذا تطهرت بماء أو خلت به، حتى وإن لم تتطهر خلت به. ما معنى خلت به؟ أي مثلا أخذت الماء إلى مكان الوضوء مثلا وأغلقت الباب ثم خرجت ولم تتوضأ، أن هذا الماء لا يصح للرجل أن يتوضأ به بمجرد أنها تخلو به وإن لم تمسه. واضح أو لا؟ أيوة. هذا فيما أذكره هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ونزل الخلوة منزلة المس، يعني ما دام خلت به كأنها مسته، فجعل شوف نزل منزلة، شوف درسنا هذا في مختصر الفوائد. نعم، واضح أو لا؟ فهذا مذهب أحمد، واستدل بهذا الحديث. وفقهاء الشافعية رحمهم الله، فقهاؤنا الشافعية جعلوا أن هذا من باب المكروه، أي يكره للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة، تمام، خروجا من خلاف أحمد، خروجا من خلاف أحمد. وأجابوا على الحديث بثلاثة أجوبة. الجواب الأول، قالوا الحديث من حيث الصحة والضعف فيه ضعف، هذا الجواب الأول. والجواب الثاني، قالوا إن هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، قالوا إن هذا الحديث إذا صح فهو محمول على الكراهة، محمول على الكراهة وليس على التحريم، تمام. والأمر الثالث، قالوا أو نقول إن المراد بفضل المرأة أي ما تساقط من أعضائها، فيكون ماذا المراد فيكون المستعمل. إذن أجاب فقهاء الشافعية عن الاستدلال بالحديث بثلاثة أجوبة، وقووا كلامهم بأنه قد ثبت في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، توضأ بفضل ميمونة أي زوج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها وأرضاها. هذا خلاصة المسألة. فالشاهد من ذكر المسألة أن هذا الماء
مما يكره استعماله وهو لم يذكره المصنف. تمام. وأيضا ماء زمزم إذا استعمل في إزالة نجاسة، تمام، فهل يكون استعماله في إزالة النجاسة، لاحظ معي في إزالة النجاسة، هل يكون استعماله في إزالة النجاسة حراما أو مكروها أو خلاف الأولى؟ خلاف بين الشافعية أنفسهم. المعتمد أنه خلاف الأولى، المعتمد أنه خلاف الأولى، وهو ما جرى عليه العلامة ابن حجر في التحفة أيضا، أنه خلاف الأولى، استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة خلاف الأولى. وقال بعض الشافعية إنه مكروه، وقال بعضهم إنه حرام، لكن هذا القول الثالث وصف بالشذوذ، وصفه الشيخ ابن حجر بأنه شاذ، أي القول بالتحريم. واضح أو لا؟ إذن هذه بعض المياه التي يكره استعمالها أو استعمالها خلاف الأولى مما لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى. طيب، وأزيدكم واجبا للواجب، يرحمك الله، أزيدكم واجبا للواجب الذي معكم، وهو أنني أريد واحدا منكم أذكره بالاسم أحسن حتى لا يتوكل، أريد واحدا منكم يلخص لي الكلام الذي قلته الآن حول الوضوء بفضل المرأة، يلخصه، ولو استطاع أن يضيف عليه من بعض الشروح أو الحواشي فهو أفضل. تمام أو لا؟ جيد. من الذي من عينته لهذا أعفيه من الواجب الأول؟ من يرفع يده أو أنا أختار؟ أنا أختار. ها خلاص، يرفع يده عبدان، هذه المرة عبدان. تمام. إذا أنا سأكتب هنا في دفتر الواجبات حتى لا أنسى، تلخيص مسألتي. تمام، واجب الأستاذ عبدان، تلخيص مسألة كراهة الوضوء بفضل المرأة. أحسنت، شكر الله لكم أستاذ عبدان. أستاذ عبدان، نعم، هو اسمه عبدا شكور، وأنا ضللت تقريبا 4 أشهر لا أعلم أن اسمه عبدا شكورا، وأناديه عبدان 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 حتى صار هذا الاسم، بعد ذلك علمت أنه عبدا شكورا، وأرجو أن يكون عبدا شكورا. آمين. نعود إلى الدرس. قال فصل، ما إعراب قوله فصل؟ إما أن يكون مبتدأ وإما أن يكون خبر، كما تقدم معنا في قولنا كتاب، أو في قول المصنف كتاب الطهارة. قال يكره شديد السخونة، هذا الماء الأول المكروه. الثاني قال وشديد البرودة. الثالث والمشمس. إذن هو كم ذكر من المياه المكروهة؟ 3 فقط، وزدنا 3، ويوجد غيرها، بعضهم أوصلها إلى 8. تمام. قال يكره شديد السخونة، يكره أي كراهة تنزيهية، والمكروه تنزيها هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. ومعلوم أن الكراهة من الأحكام التكليفية، والحكم التكليفي بماذا يتعلق؟ ما تعرف الحكم؟ خطاب الله المتعلق بماذا؟ بفعل المكلف. طيب، قال يكره شديد السخونة، أين فعل المكلف؟ ها؟ إذن مقدر. إذن هذه العبارة يمكن أن نقول أن فيها تسامح، وستدرسون اليوم في مختصر الفوائد المكية ما معنى تسامح، يعني لو أراد أن يحرر العبارة سيقول ماذا؟ يكره استعمال شديد السخونة، لأن الاستعمال هو فعل المكلف الذي يتعلق به الحكم، فالأحكام لا تتعلق بالأعيان. فعندما نقول مثلا الخمر حرام، الخمر عين لا توصف بحل ولا بحرمة، الحرام ليس الخمر، شرب الخمر حرام. واضح أو لا؟
وقس على هذا، فالأحكام تتعلق بماذا؟ بفعل المكلف وليس بالأعيان، وليس بالأعيان. إذن قال يكره أي كراهة تنزيهية شديد السخونة وشديد البرودة. ما علة الكراهة؟ عللت الكراهة بعلتين، علل فقهاؤنا رحمهم الله تعالى الكراهة بعلتين. العلة الأولى بارك الله فيكم هي خوف الضرر، خوف الضرر. والعلة الثانية هي منع الإسباغ، والإسباغ معناه الإتمام، أي إتمام الطهارة على الأعضاء. تمام، فعندك علتان، لو انتفت إحدى العلتين وبقيت الأخرى فالكراهة موجود لبقاء العلة الثانية. تمام، فكل واحدة منهما إذا وجدت وجدت الكراهة، فليست العلة هنا مركبة من أمرين، لا، وإنما هذه علة وهذه علة. وبالتالي لو قال لك قائل يكره استعمال، هل المراد يكره استعمال شديد السخونة وشديد البرودة في الطهارة فقط أو في الطهارة وغيرها؟ بمعنى آخر، لو قال لك إنسان أنا أريد أن أغتسل للتنظف، تمام، وعندنا ماء شديد السخونة أو شديد البرودة، فما حكم الاغتسال به للتنظف؟ ليس غسل جنابة، ليس غسل طهارة، للتنظف، فما حكم الاغتسال به؟ مكروه أو لا؟ لماذا مكروه؟ يمنع الإسباغ، هذه العلة منتفية صح، لكن هذه العلة موجودة، إذن يكره. إذن لما قال يكره شديد السخونة نقول أي يكره استعمال شديد السخونة ويكره استعمال شديد البرودة لعلتين، هما خوف الضرر ومنع الإسباغ. ويفهم من التعليل الأول أن الكراهة ليست خاصة باستعمال شديد السخونة وشديد البرودة في الطهارة، بل وفي غير الطهارة أيضا، لأن خوف الضرر قد يكون في استعماله بالطهارة وقد يكون في استعماله بغير الطهارة. فهم هذا أو لا؟ فهم؟ جيد، أحسنتم. قال هنا يكره شديد السخونة وشديد البرودة. قال يكره شديد السخونة، خرج بقوله شديد ما لو كان ساخنا سخونة غير شديدة فلا يكره استعماله، وخرج بقوله شديد البرودة ما لو كان باردا برودة غير شديدة فلا يكره استعماله. واضح؟ قال والمشمس، أي ويكره المشمس. ثم ذكر لكراهة المشمس أربعة شروط، قال يكره المشمس بأربعة شروط، أربعة شروط هذا من عندي. تمام، ما هي هذه الشروط الأربعة؟ قال إذا كان هذا المشمس، نكتب هنا شروط كراهة الماء المشمس، شروط كراهة الماء المشمس أربعة، أي بحسب ما ذكر. قال رحمه الله تعالى والمشمس في جهة حارة، أي إذا كان في بلد حار، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني إيش قال؟ في إناء منطبع، في إناء منطبع. والشرط الثالث إيش قال؟ في بدن، صح؟ في بدن. والشرط الرابع إيش قال؟ وتزول الكراهة بالتبريد، أي إذا لم يبرد. فحاصل الشروط التي ذكرها المصنف العلامة بافضل رحمه الله تعالى لكراهة الماء المشمس كم؟ أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون في بلد حار، أخرج ماذا؟ أخرج ما لو كان البلد معتدلا أو باردا فلا كراهة في استعمال الماء المشمس، واضح؟ حتى وإن اشتدت حرارة ذلك البلد في بعض أيام السنة،
فالعبرة بالغالب. البلد المعتدل قالوا كمصر، والبلد البارد قالوا كالشام، وبلاد إندونيسيا بلاد واسعة، بعضها بلد حار، تيغال هذه تيغال حارة، مررت عليها في الطريق تعبت، وبقيت فيها ساعتين تعبت حتى شعرت أن ضغط الدم ارتفع عندي، هذا حارة جدا. ومعتدلة ممكن نقول معتدلة يعني مثل جاكرتا إلى حد ما، أفضل من تيغال هذه، أكثر اعتدالا، وباردة مثل هنا. كم درجة الحرارة الآن؟ 16 ربما. تمام. على كل حال هذا القيد الأول. قال القيد الثاني في إناء المنطبع. المنطبع هو ما يقبل الامتداد بالطرق، يعني إذا طرق بالمطرقة يقبل الامتداد، واضح؟ إذا طرق بالمطرقة يقبل الامتداد، مثل إناء الحديد والنحاس، فإن هذه إذا طرقت بالمطرقة واضح تقبل الامتداد والتشكل. تمام. وهي التي تسمى في علم الفيزياء الفلزات. درستم فلزات غير لا فلزات؟ ماذا درستم؟ أين كنتم غائبين في ذلك اليوم؟ تمام. في إناء منطبع. تمام. أي ما يقبل الامتداد بالطرق أو بالمطرقة. تمام. قال إذا استعمل إيش؟ إذا استعمل في بدن، أي أن محل الكراهة للماء المشمس إذا استعمل في البدن. ماذا تفهم؟ تفهم ما صرح به هنا أنه لو استعمل في غير البدن كالثوب فلا كراهة، كالثوب مثلا غسلت به مثلا جدارا فيه نجاسة لا كراهة في هذا، واضح؟ إذن في البدن. طيب قوله في البدن، هل المقصود في ظاهر البدن أو يشمل أيضا باطن البدن؟ يشمل الظاهر والباطن. في بدن أي ظاهره وباطنه، ومن هنا تعلم أنه يكره شربه، واضح؟ يكره شربه لأن هذا استعمال له في الباطن. طيب قوله في بدن، هل هذا في كل بدن أو يستثنى منه بدن؟ قوله في بدن أي في بدن حي، فلا يكره استعمال الماء المشمس في بدن ميت، لا يكره استعمال الماء المشمس في بدن ميت، واضح ولا؟ إذن في بدن حي كما اعتمده الشيخ ابن حجر في التحفة، وإن كان في المنهج القويم خالف هذا. يا أستاذ ديماس، المنهج القويم عندك صح؟ اقرأ لنا العبارة حتى نثبت المسألة. في الماء المشمس، ابحث عنها. لا بس في قوله في بدن، عند قوله وفي بدن، وجدت؟ نعم. واستعمل في بدن، ايوه، واستعمل في بدن أي آدمي ولو ميتا، أي فيكره استعماله في بدن آدمي ولو ميتا. هذا في أين قاله؟ في المنهج القويم، لكن في التحفة خالف هذا، قال في بدن حي أخرج ماذا؟ الميت. فهذه مسألة اختلف فيها قول ابن حجر في كتبه. طيب إذا اختلف قول الشيخ ابن حجر في كتبه نقدم ماذا؟ نقدم ما في التحفة، واضح؟ على غيره من كتبه. فما في التحفة مقدم، ثم فتح الجواد، ثم الإمداد، ثم شرح باب فضل. هذا يأتي في المرتبة الرابعة. تمام. طيب قال في بدن أي ظاهره وباطنه، أي في بدن حي إذا لم يبرد. ماذا تفهم؟ إذا
برد زالت الكراهة. إذن حاصل كلامي المصنف أن الماء المشمس يكره بكم شرط؟ بأربعة شروط. هذه هي الشروط الأربعة. هل توجد شروط أخرى لم يذكرها؟ نعم، فيزاد شرط آخر قوله في بلد حار، أي في شدة الحر، أي في شدة الحر. فلا بد أن يكون البلد حارا ولا بد أن يكون في شدة الحر. فلو شمس الماء مثلا في وقت ليس فيه شدة حر كأول النهار أو آخر النهار، واضح؟ فلا كراهة، تمام؟ هذا شرط يزال. طيب، قال في إناء منطبع، يدخل في الإناء المنطبع ماذا؟ إناء الذهب والفضة، واضح؟ لكن يزاد شرط نقول غير ذهب ولا فضة، ولذلك ستجد في الكتب يقولون غير النقدين، غير ذهب ولا فضة، صح؟ هذا كم؟ الآن كم صارت عندنا شروط؟ ستة شروط، صح؟ طيب، ويزاد شرط آخر وهو إذا لم يتعين استعماله، فإن كان الشخص لم يجد ماء إلا ماء مشمسا، هل يستعمل الماء المشمس أو يعدل إلى التيمم؟ يستعمل الماء المشمس، واضح؟ لأنه حينئذ يتعين استعماله. ونقول إذا لم يتعين استعماله، فإذا تعين استعماله إيش؟ زالت الكراهة، زالت الكراهة. إلا إذا أخبره عدل بتحقق الضرر. لو قال له عدل، لا، إذا استعملته يتحقق الضرر الذي سيأتي ذكره بعد قليل. ما تعليل الشافعية في كراهة هذا الماء؟ فهم أو لا؟ طيب، الآن كم صارت الشروط؟ سبعة شروط. نعم، شرط الثامن ألا، وهذا يمكن أن يستفاد من هذا الاستثناء، ألا يتحقق ضرره. فإن تحقق ضرره كأن علم ذلك بنفسه أو أخبره عدل أنه إذا استعمله تحقق ضرره في بدنه مثلا، فحينئذ ما حكم استعماله؟ فإن تحقق ضرره فهو حرام، أي فاستعماله حرام. فصار حاصل الشروط كم؟ ثمانية شروط. إذن ماذا زدنا على عبارة المصنف؟ زدنا أن يكون في شدة الحر، صح؟ هذا الشرط الخامس. وأن يكون الإناء غير ذهب ولا فضة، سادس. وألا يتعين استعماله، السابع. وألا يتحقق ضرره، الثامن. إذن حاصل كراهتي، حاصل شروط كراهة الماء المشمس، حاصل شروط كراهة الماء المشمس كم؟ ثمانية شروط، ثمانية شروط، واضح؟ ذكر المصنف أربعة منها وزاد غيره أربعة. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فلماذا يكره الماء المشمس؟ الجواب: لأن الماء الذي أثرت فيه الشمس تنفصل عنه أجزاء سمية سامة تؤثر في الجلد البرص، تنفصل عنه أجزاء سمية تؤثر في الجلد البرص، واضح أو لا؟ وهذا التعليل مع ما جاء من آثار تنهى عنه من أنه يورث البرص، فجاء عن أمير المؤمنين عمر، وجاء في حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنهما. وتعلمون أن الإمام النووي اختار في هذه المسألة عدم الكراهة، لأنه لم يصع عنده الأحاديث، لم تصع عنده الأحاديث الواردة في هذا، واضح أو لا؟ لكن معتمد المذهب الكراهة. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، تأتينا مسألتان يمكن أن نربط بها واقعنا مع هذا الدرس، وهو المسألة الأولى: الماء
الذي سخنته الشمس في المواسير. عرفتم ما معنى المواسير؟ الأنابيب التي يجري فيها الماء، ماسورة. أحيانا وأنت في بيتك تفتح الحنفية، إذا كنت في مكان حار يخرج الماء حار، ما سبب حرارته؟ الشمس، صح؟ هذا ماء مشمس أو لا؟ إذا كانت هذه الماسورة مصنوعة من حديد أو نحوه، هذا ماء مشمس، صح أو لا؟ هذا يدخل في الكراهة، هذا يدخل في الكراهة. بخلاف ما لو كانت الماسورة مثلا مصنوعة من بلاستيك، هذا لا يدخل في الكراهة. واضح أو لا؟ هذه مسألة، هذه مسألة أرجو أن تنتبهوا لها، تمام؟ مسألة أخرى بارك الله فيكم. الماء الذي سخنته الشمس في مادة بلاستيكية، أحيانا يكون مثل هذا الماء الذي نشتريه من البقالة في مادة بلاستيكية، عرفتم؟ قارورة، هذه لا يوجد هنا حتى أتي بها، واضح؟ وهذا أحيانا ربما رأيت في بعض المعاهد يضعون هذه الكراتين، كراتين هذا الماء في ماذا؟ مثلا في الشمس، بجانب غرفة الضيافة، بجانب كذا، بجانب سكن الطلاب إلى آخر، تتعرض للشمس. وهي هذه المادة معلوم أنها إذا تعرضت للشمس فإنها تنفصل منها مواد ضارة، يقول بعض الأطباء أنها ربما تسبب مرض السرطان، واضح ولا؟ فهذه ينبغي أن تلحق بالماء المشمس من حيث الكراهة، بل إذا تحقق الضرر يصل الأمر إلى التحريم. فهمتم بارك الله فيكم؟ نفس الكلام الذي قلناه، نفس الكلام الذي قلناه هنا، فهم أو لا؟ جيد. طيب هذه المسألة الثانية، أرجو أن تكتبوا هذه المسائل، تمام؟ طيب المسألة الثالثة بارك الله فيكم. الماء الذي سخن بنار، هل يدخل في الكراهة أو لا؟ سخن بنار، ما الذي يدخل في الكراهة؟ الماء المشمس. طيب الذي سخن بنار؟ لا، لأن النار لقوتها تقضي على تلك المادة السمية، واضح؟ لكن لا يستعمل حال كونه شديد السخونة، حتى لا ندخل في المسألة السابقة، واضح؟ أيوه جيد. هذه ثلاث مسائل تتعلق بالماء المشمس، تمام. نعود إلى الدرس. قال رحمه الله تعالى: فصل. يكره شديد السخونة وشديد البرودة والمشمس في جهة حارة. نزيد ماذا؟ نزيد شرطا بقولنا في وقت حار، تمام. من يستحضر بيت الزبد الذي يتعلق بهذه المسألة؟ ماذا قال في الزبد؟ قال قال: والنجس الواقع قد غيره، مشمس على الأصح يكره، إن يك ذا في الحر أي شدته. واضح؟ هذا الشرط الذي لم يذكره هنا، إن يك ذا، أي إن يك ذا التشميس في الحر أي في شدة الحر. هذه في نسخة زائدة غير موجودة في الزبد، تمام. إن يك ذا في الحر أي شدته، واختار لا يكره في روضته. من الذي اختار؟ الإمام النووي رحمه الله، تمام. واختار لا يكره في روضته. قال هنا: والمشمس في جهة حارة أي في وقت حار. طيب أسألكم سؤالا، أيهما الأولى، أن تعبر بقولك المشمس أو المتشمس؟ المتشمس أولى، لأن لفظ المشمس يشعر بقصد التشميس ولا يشترط قصد التشميس. فلو وضع إناء حديد من حديد فيه ماء، واضح، ولم يقصد أن يشمسه فتشمس، أو حتى الماء الذي في الماسورة هذا ولم يقصد تشميسه، صح؟
فلا يشترط ماذا؟ لا يشترط لا يشترط القصد. ولديك التعبير كما عبر شيخ الإسلام زكريا في منهج الطلاب، عبر بقوله المتشمس أولى من التعبير بقول المنهاج المشمس. واضح؟ وهذا من فوائد قراءة المختصرات من كتب أخرى، أنه إذا وجد إشكالا في عبارة الأصل يعدلها بعبارة أكثر ضبطا. فالتعبير بالمتشمس أولى من التعبير بالمشمس. فهم هذا؟ طيب، والكراهة موجودة بارك الله فيكم في الماء المشمس أو المتشمس حتى ولو كان مغطى، حتى ولو وضع عليه الغطاء. يعني لو وضعنا إناء حديد فيه ماء في الشمس ثم وضعنا الغطاء أيضا مكروه، فلا يشترط لزوال الكراهة أن يكون مغطى، بل الكراهة موجودة سواء كان مغطى أو لا. لكن كراهة ما ليس مغطى أشد من كراهة ما هو مغطى. فهمتم؟ قال هنا والمشمس في جهة حارة في إناء منطبع، نزيد قيدا فنقول أي غير النقدين. قال في بدن، قال في بدن، صح؟ أي في ظاهره أو باطنه، والمراد في بدن حي على ما اعتمده الشيخ ابن حجر في التحفة، واعتمد في المنهج القويم إيش؟ ولو ميتا. ولذلك لاحظ معي إيش عبر في المنهج القويم. لو تقرأ يا أستاذ ديماس العبارة مرة أخرى في المنهج القويم إيش قال؟ أريد أن أربط لكم هذا الدرس بدرس المغرب، درس المغرب هذا مهم. شوف عندما تقرأ الكتب تفهم الاصطلاحات. اقرأ ماذا قال لنا في بدن حي. قال ولو ميتا. كلمة ولو تشير إلى ماذا؟ كلمة ولو ككلمة وكذا تشير إلى وجود الخلاف، فهو لم يقل لك إن هذه المسألة فيها خلاف، بهذه العبارة المسألة فيها خلاف، يختصر العبارة. قال ولو ميتا، فإذا كنت تفهم اصطلاحاتنا، أي يعني لسان حال الشيخ بن حجر، إذا كنت تفهم اصطلاحاتنا معشر الشافعية ستفهم أن ولو هذا إشارة إلى خلاف. ولذلك قرر هنا أن الكراهة ولو في بدن ميت، وقرر في التحفة أن الكراهة خاصة ببدن الحي. فهمتم ولا لا؟ وسندرس إن شاء الله اليوم في مختصر الفوائد أن من الإشارة إلى الخلاف كلمة ولو وكلمة وإن، وسنذكر أيضا وكلمة وكذا، وقد مرت معنا في المنهاج في قوله وكذا المجاور. ها تذكرون عندما قرأنا المنهاج يوم الخميس هنا، قال هنا في بدن دون ثوب وتزول الكراهة بالتبريد. ما معنى تزول الكراهة بالتبريد؟ أي إذا برد المشمس بأن عاد إلى الاعتدال فإن الكراهة تزول حينئذ. تمام، ندخل في الفصل الجديد أو نتركه للدرس القادم؟ تقريبا 5 دقائق نتركه، خلاص تكتبون هذا إذا أردتم. تمام، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نقلق هذا من هنا.